متابعي موقع بصراحة في كل مكان، أهلا بكم في بث مباشر جديد. معكم أنا محمد صقر محلل الصحفي، هنا طبعا هذين المستمرين مع حضراتكم، مع الفنانة هند عاكف، بشأن طبعا القضية المعروفة إعلاميا قضية وفاء ميكي. يعني إحنا طبعا كنا معاكم أمس، الفنانة القديرة وفاء ميكي فجرت مفاجآت مدوية، مفاجآت مدوية تتعرض بيه يعني واقعة مر عليها 23 عام. حتى اللحظة اللي أنا بكلم حضراتكم فيها الواقعة دي مر عليها 23 عام، وهي قضية تتعرض بي يعني تعذيب خادمتين، وهنا يعني القانون خد مجراه بالفعل وتم القاء القبض على الفنانه وفاء مكي وحبسها لمده 3 اعوام. ولكن هنا يبدو ان في الامور امور، يبدو ان في مفاجات مدويه. الفنانه وفاء مكي طلعت امبارح في عدد من المحطات الاعلاميه ويعني وضحت كوضوح الشمس ان هي بريئه، يعني براءه الذئب من دم ابن يعقوب من القضيه دي تحديدا. وعشان كده يعني جينا على الجانب الاخر للفنانه هند عاكف اللي ايضا يعني تم ذكر اسمها، تم الزج بيها في الواقعه، يعني هي ولا اعلاميه ميار ابيبراوي. يعني انا في البدايه برحب بحضرتك، قبل اي حاجه حابين نطمن على الحاله الصحيه. اهلا بيك واشكرك طبعا على يعني وجودك النهارده معايا للاطمئنان على الحاله الصحيه والتاكد من تفاصيل قضيه براءه وفاء مكي. وانا عارفه ان انت المفروض كنت تجيلي من فتره، بس انا فعلا كنت تعبانه وكنت مش قادره فعلا اعمل لقاءات يعني، بس الحمد لله دلوقتي بتحسن ويعني الكدمات ابتدت تروح، ويعني الحمد لله ربنا كتب لي عمر جديد الحمد لله بدعاء الناس وحب الناس الكبير ليا طبعا. ده طبعا يعني شيء يساعدنا جميعا. يعني حابين نعترض بقى للازمه الاهم، يعني هي اللي تصدرت السوشيال ميديا بصفه كبيره، هي ازمه الفنانه القديره وفاء مكي. في البدايه احنا كنا سجلنا امس مع الفنانه وفاء مكي وتم الزج باكثر من اسم، يعني كان في طرفين اخرين في القضيه، حضرتك وعلى الجانب الاخر الاعلاميه ميار البيبلاوي. لا هو انا مش طرف، انا احنا بنتكلم طرف من منطلق ان كان ليكي دور في ابراء الذمه. يعني ده انا حصل ازاي؟ الحمد لله يا رب، يعني ربنا جعلني سبب ان انا اكون يعني من ضمن الاسباب طبعا في اظهار براءه النجمه الصديقه العزيزه وفاء مكي. يعني هو الموضوع جه ازاي؟ هو جه بالصدفه الشديده جدا، فتره زمنيه ما اكتر من 3 شهور يعني، كلمتني ميار على الخاص قالت لي انا عايزاكي ضروري، فانا قلقت عليها جدا. شفتش الرساله دي في الكلام ده نفس يعني مؤخرا خلال ايام القريبه الماضيه من حوالي 3 شهور قبل انتخابات النقابه، من فتره كبيره كمان. فانا قلت لها، كلمتها قلت لها مالك يا ميار في ايه؟ لقيتها متضايقه جدا وبتبكي وقالت لي انا ضميري بيأنبني وعندي حاجه عايزه احكيها لك، عايزه افضفض معاكي واخلص ضميري يعني. قلت لها اتفضلي قولي. قالت لي قضيه وفاء مكي انا عندي دليل البراءه بتاعها. قلت لها احكي لي الموضوع. قالت لي انا الولاد دول وفاء مكي ما عذبتهمش، لان الولاد دول لما كانوا بيشتغلوا عند وفاء ووفاء مشيتهم، المخدماتيه اللي كانت بتجيب للمجموعه من الفنانين الاولاد عشان يبقوا يشتغلوا في البيوت وكده ويساعدوهم يعني، جات لي وقالت لي انا جايبه لك البنتين دول وكانوا عند وفاء. فهي حتى ما قالت لهاش وفاء طردتهم ليه او مشيتهم ليه، ده اللي قالته لي برضو ميار. فلما جم يعني ميار شافتهم كده، وكان ميار عندها تقريبا مناسبه، ده اللي قالته لي. قالت لي انا ما قعدتش الولاد عندي، وميار اعترفت ان هي ما قعدتش الولاد عندها لان شافت الولاد عندهم مرض معدي، ده اعتراف ميار بقى، ده ما قالته ليش بس ده اعترافها اللي هو التفاصيل يعني. ان هي قالت لها لا انت جايبه لي ولاد عندهم قراع لما يخفوا بقى هاتهم لي. ده يعني كان الحديث اللي دار بين الفنانه وفاء مكي والاعلاميه ميار؟ لا ده الحديث اللي دار ما بيني وما بين ميار، اللي هو اللي انا قالت لي انا ضميري بيأنبني، اللي هي بقى ميار التفاصيل اللي قالت عليها ان هم عندهم قراع وشافتهم دي ما قالتهوليش انا، قالته في قناه من القنوات اللي لما اعترفت ميار بالحقيقه يعني وشهادتها يعني. فقالت لي انا اساسا ما قعدتهمش عندي، ولكن انا جالي تهديدات كتير جدا بعد ما عرفت واقعه وفاء والمشكله وبتاع، جالي تهديدات كتير جدا. اكيد هم راحوا قالوا بقى احنا رحنا لميار الببلاوي وللناس بقى اللي كانت عايزه تاذي وفاء، وطبعا خافوا ان ميار تقولي الحقيقه، ده اكيد يعني. لكن ميار قالت لي فعلا جالي تهديدات وجالي جواب، ومحتفظه بيه لغايه النهارده
لو اعترفتي واتكلمتي في قضية وفاء مكي وشهادتي بالحق، احنا هنذبح ابنك. وميار اعتقد، او مش اعتقد ده، انا متأكدة وشفت ده، عرضت الجواب ده على فكرة في خلال يعني كام ساعة اللي فاتوا دول على قناة من القنوات اللي هي اعترفت عليها بالشهادة الحق. يعني قالت لي انا زعلانة وتعبانة نفسيا، وانا عارفة ان وفاء بريئة، ووفاء دي انسانة كويسة، ودي عشرة عمر، وكنا بنشتغل مع بعض، وكنت بشوفها بتعامل المساعدين بتاعها ازاي، تاكلهم قبل ما انا اكل، يعني هي ما تاكل قبل ما وفاء تاكل، تطلب اكلهم وتعمل مشكله لو اكلهم ما جاش. فقلبها طيب، برغم ان ممكن نكون احنا عصبيين، لكن احنا قلبنا طيب جدا وهي قلبها طيب جدا. فقالت لي فعلا انا عايزه اخلص ضميري وارتاح، نفسي، حاسه ان في حجر على قلبي وانا بدخل اعمل عمليات كتير، وخايفه اقابل ربنا قبل ما اقول الشهاده دي. ده اللي قالته لي. انا قابلت وفاء مكي وقلت لها بصراحه، كان برضو في يعني عشان الانتخابات وبتاعه، وبقول لها احنا كان خلال مكالمه هاتفيه ولا يعني نعم كان خلال مكالمه هاتفيه ولا لقاء؟ لا لا لا، انا رحت كنت بزور وفاء، لان انا كنت بزورها كل فتره كده يعني كاصحاب واطمن عليها يعني وعلى ابنها ووالدتها يعني. فروحت لها بقى قلت لها انا هاجي لك وكده، وكنت في النقابه، كنت بقدم انتخابات النقابه، ورحت لها فعلا في اليوم ده، وقلت لها عايزين بقى المجموعه بتاعتنا جيلنا ويقفوا معايا وجنبي وكده. فبجيب سيره ميار بقول لها، وميار قالت لي انا زعلانه منها، ميار كتمت شهاده الحق، وانا قعدت انادي عليها، وفعلا ميار قالت لي وفاء بقت تصرخ في المحكمه وتنادي يا ميار يا ميار تعالي شهادي، يا ميار يا ميار تعالي شهادي. كان جوزي سفرني، اتخانق معايا وحكم عليا ان انا لازم اسافر سوريا، وقال لي ان في تقريبا حد تعبان من اهله او فلازم اسافر سوريا علشانه، وفعلا سفرني لغايه ما القضيه خلصت. وبعدين رجعت لقيت القضيه خلصت، ما عرفتش اعمل ايه، ويبقى الوضع على ما هو عليه. طبعا انا قلت لوفاء الكلام ده، قلت لها ما تزعليش من ميار، ميار يعني مسير الامور تتصافى، ومسيرها هتعترف بالحقيقه، لان هي اعترفت لي بالحقيقه وقالت لي 1 2 3 4. وفاء صدمت لما لقت ميار قايله لي الكلام ده، قالت لي بجد؟ قلت لها ايوه، واكيد في يوم من الايام هتطلع تعترف بالحقيقه، واكيد حقيقه براءتك هتبان. انت لازم يا وفاء انت تطلعي على السوشيال ميديا وعلى القنوات والبرامج وتثبتي براءتك، لازم تدافعي عن نفسك. لما انت تدافع عن نفسك احنا ندخل نتكلم، لكن احنا ما نقدرش، انا كهند ما اقدرش اطلع اتكلم على حاجه من غير حد ما يقول لي مثلا بنسالك على كذا او كذا او كذا، لاني مش ساعتها انا ما كنتش شاهده ولا حاجه، والموضوع بقى له 23 سنه. فانا قلت الوفاء لازم تطلعي، قعدت من قبل حتى ما اعرف اعتراف ميار ليا، قعدت اقول لها يعني من حوالي سنه، قعدت اقول لها يا وفاء لازم تطلعي تقولي، لازم تطلعي تبرئي نفسك. كانت تقول لي لما اقف على رجلي هطلع واتكلم، لما اشوف حد من الناس اللي كانت عارفه براءتي ويقدروا يتكلموا. المهم يعني قابلت انا الاستاذ سيد شعراوي في سحور في رمضان، كنا في الماريوت، وفي قناه كانت عامله سحور وانا كنت معزومه، فبيقول لي احنا عايزين نقف مع وفاء مكي. يعني مصور صحفي. مصور صحفي كان بيصورني وكده، وبعدين قال لي احنا يعني عايزين نقف مع وفاء مكي. قلت له وفاء ناس كتير رافضه تسجل معاها، وناس كتير رافضه يعني تشتغل معاها، والراي العام مبهدلها بسبب القضيه، لازم هي تبرأ نفسها. قال لي طب ازاي؟ قلت له ميار الببلاوي، ميار الببلاوي حكت لي 1 2 3 4، روح لها يا سيد او كلمها بالتليفون، وميار مش هتكذب، هتقول لك. يمكن زمان اخفت الحقيقه، الواحد زمان صغير ممكن يخطأ أخطاء كبيرة، إنما النهاردة إحنا يعني أدركنا الحياة، وممكن نكون فهمنا الدنيا، وممكن نكون عملنا أخطاء كتير وإحنا صغيرين، وأخطاء كبيرة مثلا وما حسيناش بيها تيش بقى وإحنا صغيرين. أنا عارفة إن يعني هي المسألة صعبة جدا جدا، وبني آدمة مستقبلها ضاع وحياتها اتدمرت، الفني طبعا ضاع، بس إن شاء الله ربنا هيعوض عليها بإذن الله. فانا كل اللي انا عايزه اقوله لك ان انا قلت للسيد الكلام ده، قلت له شوف ميار، وانت خلي ميار هتحكي لك، قول لها انت عارف حكيت لي، هي هتحكي لك مش بتخبي، هتحكي لك. والموضوع من هنا لازم وفاء تطلع تقول، وانا معاك لو طلبتوني وطلبتوا شهادتي في اي وقت
انا هتكلم طيب ومش خلينا كلمنا برضه كده يا استاذه هند، البعض بيتساءل هنا الدلائل كلها هي مجرد دلائل مرسله، مجرد اقاويل، اقاويل يعني ضارب بين سواء كان يعني الفنانه الاعلاميه القديره ميار البدراوي او على الجانب الاخر الفنان هند عاكف. الدلائل الملموسه، الفيديوهات الموثقه اللي تدل على يعني براءه الفنانه وفهم دي فين؟ ما انا ما عنديش علم، انا بحكي يا جماعه الكلام اللي اتقال لي، الحكايه يعني كما اتحكت لي من ميار انا بحكيها، لكن انا ما فيش حاجه بقى اسمها دلائل ودلائل، مش دي مش جهه، انا مش جهه تحقيق ولا جهه اختصاص، احنا بنتكلم يعني بحكم انك شاهد عيان، شاهد عيان عن القصه، انا القصه مش شاهد، كلها. انا سمعت الموضوع وانا نقلت اللي انا سمعته، ولكن انا عندي ثقه ان وفاء، بالثقه بربنا طبعا سبحانه وتعالى، ان وفاء فعلا ما عملتش ده، لان مفيش بني ادم حساس بيحس وفنان وبيقدر يعبر على الشخصيات اللي بيقدمها من خلال الاعمال الفنيه يقدر يعمل حاجه زي كده. انا بس عايزه اقول لك على حاجه، الموضوع ده ما يخصنيش انا، ده يخص ساعتها بقى كان القضاء، ويخص ساعتها بقى الـ عندك بقى الـ يعني انا مش جهه تحقيق، من الاخر انا مش جهه تحقيق ولا جهه تخصص ان انا اقول لك فيديوهات فين ومش فيديوهات فين، مش ده موضوعي، انا بحكي قصه اتحكت لي بس، وانا عندي يقين ببراءه وفاء. تعتقد ان ميار البيبراوي استفاقت بعد فوات الاوان، بعد دمار السيره الفنيه الخاصه بالفنانه وفاء مكي؟ للاسف الشديد يعني هو موضوع متاخر شويه، بس ربنا ليه حكمه في كده، ربنا ليه حكمه في كده وفي التوقيت بالذات، وربنا ليه حكمه ان ميار تكلمني انا بالذات، معلش كانت ممكن تحكي لحد تاني والحد ده ما يسالش او يستهون او ما يهموش الموضوع او ما يصدقش، لكن انا عشان عندي يقين وثقه ان وفاء بريئه فانا صدقت الموضوع وابتديت ان انا اتكلم مع وفاء فيه. وعايزه اقول لك على حاجه كمان، يعني ربنا ليه حكمه في اثبات براءه وفاء في الفتره دي، وربنا ليه حكمه في اللي حصل لوفاء، حكمه انا ما اعلمهاش ولا اي حد يعلمها. كل اللي انا عايزه اقوله الحمد لله ان براءتها ظهرت، الحمد لله يعني انها رفعت راسها وقدام ابنها على الاقل، اهم حاجه في حياتها ابنها، وتقولوا انا بريئه انا ما عملتش كده، امك بريئه بجد يعني. وعايزه ان احنا يعني كسوشيال ميديا بقى او يعني نتكلم في الموضوع ده وفعلا نقف جنب وفاء، وعايزه كمان رواد السوشيال ميديا يعني قبل ما يحكموا على اي انسان سواء فنان او غيره يتقصى الحقائق، لان ممكن يظلمه من غير ما هو يشعر، انا مش هبقى القاضي والجلاد في نفس الوقت. وبعدين في ناس كتير جدا عندها كانت مشاكل واتحكمت وربنا قال خلاص انا حكمت الشخص ده او الشخص ده، مش لازم بقى بعد ما يخرج اقعد اقطع فيه، ما بالك انها بريئه كمان. فانا ببارك لها طبعا على البراءه، الف مبروك يا وفاء، وبتمنى طبعا ان يعني ربنا يكرمها ويعوضها عمرها اللي فات ويعوضها اللي جاي ان شاء الله. طيب احنا عرفنا ان هنا الاعلاميه ميار البدراوي خفت الحقيقه، ولكن هنا برضه الجمهور بيتساءل من وراء يعني هذه التهديدات؟ التهديدات اللي تلقتها الاعلاميه ميار البدراوي بذبح ابنها، ومين يعني هنا اللي يتصيد بوفاء؟ معرفش معرفش، انا عن نفسي معرفش، بس اكيد الاعلاميه القديره عارفه بحكم انها يعني خفت الحقيقه الله اعلم، هي نفسها بتقول انا معرفش، الله اعلم، هي نفسها يعني ما قالتليش، الله اعلم، تلقى التهديدات من مين؟ الله اعلم، انا ما اعرفش، انا كل اللي انا اعرفه قلته، انا لو اعرف حاجه كنت قلتها، انا لا اخشى الا الله. ليه طيب ليه فائت في التأويل ده رغم التهديدات المستمره؟ التهديدات بذبح ابنها، ليه في التأويل ده تحديدا؟ احيانا البني ادم بيقعد كده يريح حساباته ويقول انا عملت غلط، انا عملت صح، يمكن دي اكبر غلطه في حياتها مثلا، وهي ندمت على ما فعلته، فحبت ان هي تخلص ضميرها، حتى لو الناس هتقطعها وتبهدلها زي ما هي، يعني يعني كانت خايفه وقلقانه وعامله حساب ده، ها هي غلطت وندمت، ولكن برضو وفاء يعني ربنا يصبرها على العذاب اللي هي شافته، ربنا يصبرك يا وفاء، هو ربنا صبرك لغايه ما حقيقه الامر ظهرت وبراءتك ظهرت،
ودي بالدنيا على فكرة قدام الرأي العام أهم حاجة في الدنيا، الرأي العام والجمهور، لأن إحنا كفنانين وشخصيات عامة معروفة ملناش غير الجمهور، لكن لو شخصيات عادية أنا آسفة إن في حاجات كتير بتحصل ومحدش بيحس بيها. يعني نقدر نقول إن حاليا التهديدات توقفت اتجاه ميار البيبلاوي ولذلك اعترفت. إن إيه؟ التهديدات توقفت اتجاه ميار البيبلاوي ولذلك لا اعترفت. هي ما حكتليش إن التهديدات كانت مستمرة، هي حكيت لي ان التهديدات دي كانت موجوده في الوقت ده، وجوزها لما خدها وصفرها والموضوع اتحكم فيه، موضوع قضيه وفاء اتحكم فيه، جوزها رجعها فالموضوع مات. والزوج ده لسه حتى لاحظ على ذمه ما اعتقدش يعني، لا يعني هو يعني ابو محمد يعني. كان الزوج هو العائق في الامر؟ نعم؟ كان الزوج هو العائق في الامر يعني خلى هو خايف على الولد، وهو هي هو خوفها على الولد كمان، لان لما لقوا التهديدات ابننا الوحيد هيتذبح، يعني هي برضو ما بين نارين على فكره، هي ما بين نارين يعني الام تبقى ما بين نارين. مش معنى ده ان انا مش عايزه اقول التمس لها العذر ولا ما التمس لهاش العذر، عايزه اقول ان ربنا وحده هو اللي 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 هيحاسب البني ادمين على الخطأ وعلى الصواب. انت كنت حريصه على الزيارات المستمره لوفاء مكي في مدينه؟ اه كنا بنتكلم على طول. كنت يعني بتشوفي يعني خدمتين؟ لا لا في الاول لا، انا بعد ما بقى الفتره الاخيره تواصلنا، لكن احنا في قبل كده لا ما كنتش بشوفه. لا طب حقيقه الصور المتداوله، الصور المتداوله لخدمتين، ويعني يعني في اثار تعذيب او يعني اثار تحذير في منطقه ما هي ميار اعترفت وقالت ان اللي كانت بتجيب لها الخادمات واللي جابت لها الخادمتين دول قابلتها في سنه 2019، واعترفت لها ان بابا الولاد اللي كان بيعذبهم وكان بيديهم مخدر ويحرقهم. وتاني احنا ما نستبعدش ده، لان احنا في مجتمع النهارده كله مع انا اسفه مش كله طبعا، نلاقي الجريمه انتشرت جدا، وفي وسائل الاعلام والسوشيال ميديا اصبح كل حاجه بتنتشر بسرعه الصاروخ. يعني وارد جدا ان يكون حصل الكلام ده. طيب انا برضه هحاول خلال البث المباشر اعرض لحضرتك اراء الجمهور اللي متابعينا دلوقتي طبعا خلال اللايف، بحكم طبعا انك كفنانه بتحترمي طبعا جمهور الراي العام والسوشيال ميديا بصفه عامه. في بعض يعني بيرى كده هو اتجاه اخر مغاير تماما، ان القضيه دي رفعت مره اخرى الان كحيله لرجوع الفنان وفاء مكي مره اخرى للفن. هل ممكن إيه؟ هل ممكن حد يتكلم بالشكل ده؟ طب وميار البيبلوي هتعمل كده ليه؟ وهتحكي لي انا وهتحكي لي ثواني بس، وهتحكي لي ايه مصلحه ميار البيبلاوي؟ وهتحكي لي قبلها بكام شهر ليه؟ لا طبعا لا طبعا لا 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 طبعا لا، الموضوع ده مش الموضوع ده. وفاء قبل كده استغاثت بست الرئيس عشان هي ترجع شغلها وتستحق انها ترجع شغلها، وعلى فكره بعد ما وفاء خرجت من السجن يا جماعه اشتغلت اعمال كتير جدا، وعمل بطولات مسرحيه واشتغلت معايا مسلسل وعملت حاجات كتير على فكره. انما وفاء ظروفها الماديه الفتره الاخيره كانت صعبه شويه، فبالتالي استغاثت عملت استغاثه، فالناس لما عملت استغاثه الناس طلعت لها القضيه. يعني فالقضيه وفاء ما كانتش بتتكلم فيها وما كانتش حابه تتكلم فيها على فكره، قالت لي ربنا هيقتص لي حقي. يعني ده معناه، هل ده معناه تجاهل الوسط الفني ليه وفاء مكي خلال الفتره الماضيه ملوش ادنى علاقه بالقضيه الخاصه بيها؟ لان قلت انها اشتغلت وكانت في ناس كتير يا جماعه في الفتره الاخيره ما اشتغلتش، وناس نجوم كبار جدا ما اشتغلوش، وناس يستحقوا ان هم يشتغلوا ويشيلوا مسلسلات وبطولات، ولا دخلوا السجن ولا عملوا مشاكل وقاعدين في البيت. السر في كده في ايه ما تسالنيش. ويعني يعني وارد تكون يعني فنانه وفاء مكي واحده منهم. طبعا وفاء واحده منهم، احنا جيل كامل او 90% من جيلنا مظلوم. واللي ما يعرفش جيلنا يبحث عنه على النت او على اليوتيوب، اي واحد او اي شاب او شابه او اي حد من الجمهور اللي بيتابعني دلوقتي او اللي عايز يشوف يعرف الجيل ده عمل ايه، يبحث بس على جوجل او على اليوتيوب اسم الفنانه فلانه الفلانيه وفاء مكي مثلا، هيطلع له مسلسلات وفاء مكي هتطلع، مسلسلات هند عاكف هتطلع، مسلسلات منال سلامه هتطلع، مسلسلات امل رزق هتطلع، مسلسلات نشوى مصطفى هتطلع. فالجيل اللي هو الصغير اللي ما شافش لينا حاجات في الفتره الاخيره، لو عايز يعرف تاريخنا احنا تعبنا جدا في الوسط الفني على ما بنينا اسمنا، تعبنا جدا جدا جدا. خلال الفترة الجاية يكون في تواجد لحضرتك على الساحة الفنية؟ إن شاء الله، بس لما يتعرض عليا الدور المناسب، مش هرجع لجمهوري بعمل إلا إذا كان دور مناسب يرضي جمهوري ويليق بجمهوري قبل ما يرضيني ويليق بيا. تعتقد إن فنانة وفاء مكي هيكون ليها دور خلال الفترة إن الجاية؟ شاء الله.
ان شاء الله باذن الله، يقين وثقه بالله ربنا هيكرمها وهيكرمني وهيكرم الجيل بتاعنا ان شاء الله. كنت فتره من الفترات يعني الفتره الاخيره وضحتي تجاهل الوسط الفني لحضرتك في المشاركه. انا ما تجاهل ايه، انا كلهم صحابي وكلهم حبايبي، تجاهلوني في ايه؟ لا يعني كان كاخر زوجه حضرتك وضحتي ان فتره بقى فتره كبيره مش بتشاركي في اعمال فنيه، يعني مش انا لوحدي، مجموعه كبيره من جيلي. ده ما عايزه اقول لك حاجه، انا ازعل منك لما تقول تجاهل، لانك لما تبقى قاعد مع هند عاكف وانت عارف تاريخ هند عاكف، انت كاعلامي مش كجمهور بقى، انت اعلامي عارف تاريخ الفنانه اللي انت جاي تسجل معاها، فما ينفعش ابدا تقول تجاهل. لما انت تقول تجاهل الناس تقول ايه؟ احنا بنقول فتره من الفترات، ولا فتره ولا ما فتراش. انا بعدت عن الفن 10 سنين، كنت بخدم في بلدي، بخدم المجتمع المدني، وكنت امينه المراه لحمله فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكنت انا المنسق الاعلامي لوفد الشعب اللي زار روسيا اللي الناس ما تعرفوش يا جماعه. انا كنت مع البلد قلبا وقالبا، ولغايه النهارده قلبا وقالبا. 10 سنين من عمري ضحيت بالنجوميه في سبيل ان انا اقف وادي رسالتي تجاه بلدي وتجاه المجتمع المدني، وكنت بخدم الصغير قبل الكبير والناس كلها عارفه كده. بس طيب الفنانه هند حتى مسميني بنت مصر، يعني ده مش انا اللي مسميه لنفسي. طب هل الفنانه عندها هند عاكف خلال فتره مجبره حابه يكون ليها دور فعال اكتر في نقابه المانيا التمثيليه عبرا عن ادوار التمثيل؟ انا اتمنى ان انا اخدم زمايلي من خلال النقابه، واتمنى ان انا اخدم المجتمع من خلال اعمال الدراميه اللي ممكن اقدمها. يعني ان شاء الله قريب جدا يبقى في اعمال كويسه. وعايزه اقول ان كفايه حب الجمهور ليا، وان في ناس كتير جدا عارفه تاريخ هند وبتتكلم وبتتفرج على اعمالي وبتبحث على اعمالي، وصدقوني انتوا لما تبحثوا على اعمالي وتتفرجوا عليها هتنبسطوا جدا صدقوني. اللي ما يعرفش هند عاكف ممكن تعمل ايه هيعرف في الاعمال الفنيه طبعا، والرساله الفنيه اللي انا محافظه عليها كسينما ومسرح وتلفزيون. حابه توجهي اي كلمه اخيره في نهايه البث المباشر؟ عايزه اقول لكل الناس بقى، لكل الناس انا بحبكم جدا جدا جدا. عايزه اشكر كل الناس اللي 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 وقفت جنبي في مهنتي وفي مهنتي الاخيره وفي حادثتي، وعايزه اشكر زمايلي الفنانين، مش عايزه اذكر اسم معين لان ناس كتير، واشكر كل رواد السوشيال ميديا حتى اللي بيجرحونا، انا برضو بحبكم. ودايما الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك التمس لاخيك 70 عذر. كل سنه وانتم طيبين، حبونا زي ما احنا بنحبكم. انا بشكرك جدا. شكرا. يعني انا طبعا بشكرك جدا للفنانه هند عاكف. احنا طبعا احنا كنا متواجدين خجاجي بس وباشر مره اخرى مع الفنانه هند عاكف لتوضيح الامور الخاصه بيه. طبعا الفنانه القديره وفاء ميكي كنا معها طبعا امس ايديت انها يعني تحكي الظلم اللي تعرضت ليه. طبعا مش هنقول خجاجي بس وباشر براءه لانها قضت مده تراوحت الثلاث اعوام، ولكن يعني تعرضت للظلم الشديد وهو ابراء ذمه من طبعا الاعلاميه القديره ميار الدجلاوي اللي اعترفت فيه انها ما عزلتش يعني خادمتين داخل منزلها الخاص. وطبعا على الجانب الاخر جينا نجيب فنانه هند عاكف عشان توضح لنا امور اخرى يعني مصيبه خاصه بقضيه المعروفه اعلاميا، ودي كانت ابرز التفاصيل. كان معكم انا محمد صقر، موقع بصراحه الاخباري، دمتم في امان الله وحفظه.